السلام عليكم، معكم زهر التيهي، مصممة أزياء، ستيليست، موديليست أو كوتور. كانت البداية ديالي من الصغر ديالي وأنا عندي يديتي تيخدمو بقى، كنبغي نخيط، تنبغي نطراس، تنبغي داكشي ديال الديكوراسيون، كنت تلاحلها تاهي تنصايب فيها، وبقيت هكا كملت القراية ديالي. ظروف ما خدمت شيء، ما كانش عندي، ما يمكنش ليا، كان عندي ولدي صغير، ما يمكنش ليا من الصباح حتى الليل. راكي عارفه الظروف ديال الدراري الصغار، الا كانوا صغار ما يمكنلكش تخلي ولدك مع شي واحد اللي ما تتعرفيه شيء. صافي التجأت لهادشي ديال الخياطه، قلت علاش خاصني باش تكون الخياطه كامله مكموله خاصني نقرا عليها. قريت عليها في هذه دابا تقريبا 23 عام وانا ستيليست. قريت عليها في مع الناس في ايكول، من بعد بغيت نزيد نبتكر في الخياطه ديالي، درت فورماسيون، كندير مودلاج، كندير المهم بزاف ديال سميتو كوتور تاتش، دونك هادشي كلشي تنقرا عليه باش يمكن نعطي شي حاجه هي هذيك. البروجي ديالي بديتو من والو، خديت لو ديبلوم ديالي، صايبت واحد لا كوليكسيون على قدي، كيف يلاه كيف كي يلاه كيبداو الناس المبتدئين. عرضت على صحاباتي جاوبوا صحابهم والحمد لله تمشات. كان رمضان، الناس عجبهم داك الشكل اللي تنصاوب مع داخل فيه الرومي ومعاه البلدي. صافي ومن تما بدات الانطلاقه ديالي، صافي كم بعت والناس عجبهم، صافي قلت علاش ما نكمل شيء. صافي من تما كملت وانا بحدي تنخيط وانا تنزيد نقلب تنبتكر. ضروري خاصك باش تخرجي واحد الحاجه مزيانه وتخرجي لا فينيسيون مزيانه، ضروري خاصك تقلب. لا نوفيل كوليكسيون تتبقى في الطارت، كتبقى في لاكوب، كل واحد اشنو تيدير، الابتكار ديالو اشنو غيعطيه. كتبتكري اي ستيليست كتبتكر في لا كوليكسيون ديالها، تدخل بحال دابا انا لا كوليكسيون اللي خدامه عليها مدخله فيها زوق المعلم، مدخله فيها طارز، مدخله فيها تنبات، بحال قلتي ثلاثه ديال الخدمات ديال الصناع في لبسه واحده. بالحكم ماما الله يرحمها اسبانيه اصل وكل شيء، كنت كناخذ ملي كنا بحال دابا غير مثلا الطرز، كنت كنشوف ماما كيفاش تطراس، كيفاش اللوان اللي كاينين اللي كيديروا الناس الاسبانيين، كنمشي بحال من هذوك لي كوب مثلا كناخذ منهم، بحال قلتي كنتعمق من التقاليد الاسبانيه، كنزيدها في لاتوش ديالي مغربيه. بحال قلتي تنمزج ما بين شي حاجه اللي هي اسبانيه مع شي سواء لون سواء ثوب سواء لاكوب اي حاجه، كان ضروري تندير واحد المزيج بيناتهم. الحمد لله لبست فنانه زعما فنانه كبار، منهم هدى صدقي، لبست حنا الابراهيمي، لبست فرح الفاسي، لبست جليله التلمسي، لبست ليلى البراق، مجموعه نخبه من الممثلين، وكانوا راضيين على الملابس ديالي. الحمد لله اللي كانت تيجي لعندي الا وكيكون راضي على لاتوش ديالي كانت تعجبو. العام اللي فات ما كانتش الخدمه الصراحه، كان الناس كلشي كان خايف، كلشي حتى واحد ما تيشوف حتى شي واحد، ما عرفتي كان الحجز صحي، خايفين على الناس اللي كبار معانا اللي يمرضوا ونفقدوهم. قلنا حبسنا في حقيقه، ما كانش الطلب الصراحه تقال. هذا العام الحمد لله بحال قلتي الناس بغاو داك القفطان وبغاو ديك الجلابه، وعينا من الجلسه في الدار، واخا ما كانش الخروج قلنا لبسوا داك القفطان واخا لبسوه غير في الدار. والتصنع ديالنا حيت هذا هو المصدر العيش ديالهم، دونك حاولنا حنا نمشيو ريوسنا ونمشيو الناس اللي خدامين معنا، الناس ديال الخفاء، الناس ديال الطار، ديال الخياطه الصناعه التقليديه، الزواق المعلم وكل شيء. من ناحيه الاعراس الحمد لله يمكن كاينه واحد الفجوه غنشوفوا فيها الناس لي ستيليست ولا النقافه ولا مساكن لي تريتور، حتى هما يمكن غنشوفوا الدور حيت كاين الطلب، حيت ما يمكنش حتى واحد ما غيبقى بلا عرس. ولو في الظرف ديال كورونا كنا كنخيطوا، ولو الناس غير العائله مثلا، غير العائله مع ولادهم مع ناس قلال، مي العروسه ضروري حيت مثلا ما يمكنش غتبقى تسنى عامين ثلاث سنين، كتفرح مع عائلتها ضروري تنخيطوا داك القفطان، ضروري تحضر النقافه ولو مع ناس قلال. انت كانت عندك القدره وثيقه في راسك بلا ديبلوم بلا حتى شي حاجه، كتزعمي على واحد الحاجه ولو تشريتو بعير رخيص وتجربي فيه.
حيت الا بقيتي خايفه عمرك ما غتوصلي لداكشي اللي بغيتي. ولكن الا كنتي متمكنه من راسك وغتقولي ولو غنخسر غنعاود ندير وحده اخرى عاوتاني وغنبقى نجرب فيها حتى نخرج داكشي اللي بغيتي.